يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة كالعادة بيكون عندنا فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء محليا أو عالميا. وقبل كل ده، بكل تأكيد آخر أخبار وتطورات هذه الأخبار بخصوص نادينا الحبيب النادي الأهلي، وتفاصيل كتير كما هو المعتاد هنتكلم فيها مع حضراتكم. سؤال حلقة اليوم، بما أن في قمة الجولة الثالثة النهاردة في الدوري الإنجليزي ما بين ليفربول وأرسنال في ملعب الأنفيلد، فتوقعات حضراتكم لنتيجة هذه المباراة الكبيرة والقوية جدا ما بين الفرقتين، وإحنا عندنا اثنين نجمين مصريين موجودين في هذه المباراة، طبعا محمد صلاح نجمنا المصري في ليفربول ومحمد النني في أرسنال. نتمنى طبعا صلاح أكيد إن شاء الله هيكون أساسي، نتمنى كمان النني يكون متواجد بشكل أساسي في هذه المباراة، ونتمتع إن شاء الله بمباراة هتنطلق في تمام الساعة 9 مساء. فتوقعات حضراتكم هنشوفها من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستغرام، وناخدها مع نهاية حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نشوفها في ترند الأهلي. الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الترسانة. الترند المحلي، أربع مباريات في الجولة 30 للدوري. أما في الترند العالمي، الليلة مواجهة قوية بين ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي. طيب قبل ما نتكلم في تفاصيل كتير، ويعني في بعض القضايا اللي اكيد بتشغل بال جمهور النادي الاهلي، لكن في البدايه خلينا اقول لحضراتكم اهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات في العالم. خلينا نبتدي بالدوري المصري كما هو المعتاد. النهارده في مباراه بتخلص في هذه اللحظات وتقريبا خلصت خلاص ما بين سموحه وحرس الحدود. المباراه انطلقت الساعه 3 العصر، وسموحه كسبان 2-0 بهدفي حسام حسن مهاجم الفريق، وايضا ناصر ماهر لاعب الاهلي المعار لسموحه واللي بيؤدي مباريات ممتازه جدا هذا الموسم. في مباراه اخرى هتكون الساعه 5:30 ما بين طلاع الجيش والاسماعيلي، مباراه مهمه جدا لفريق الاسماعيلي، نتمنى لهم يا رب ان هم يعني يستفيقوا، لان فريق الاسماعيلي من الفرق التاريخيه في بطوله الدوري، واكيد نتمنى له العوده سريعا والخروج من هذه الكبوه. في نفس التوقيت كمان الانتاج الحربي هيقابل وادي دجله، والساعه 8 بالليل في الدوري المصري المصري البورسعيدي. الدوري الانجليزي في مباراتين، المباراه الاولى هتكون الساعه 7 الا ربع ما بين فولام واستون فيلا. طبعا استون فيلا بيضم نجمينا المصريين طبعا تريزيجيه ومحمدي، نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المباراه. ومباراه السهره اكيد في الدوري الانجليزي، واللي اكيد هتستحوذ على متابعه كبيره جدا من جماهير الكره العالميه، ليفربول وارسنال في الانفيلد. الدوري الإيطالي مباراة وحيدة النهاردة الساعة 9 إلا ربع ما بين بلونيا وبارما، دي أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات حول العالم. تفاصيل أكتر هتكون بعد الفاصل، استنونا. دايما ببقى حابب اتكلم في الحاجات اللي بتشغل بال جمهور النادي الاهلي، واهم شيء بيشغل بال الجمهور دلوقتي هو موضوع مستر ريني فايلر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، والكل بيتساءل عن القرار اللي هيكون بخصوص المدرب. انا عايز اقول لحضراتكم واكد على حضراتكم، حتى الان مفيش اي قرار سواء ببقاء المدرب او برحيله، لسه الامر لم يحسم بعد. اي اجتهادات حضراتكم تسمعوها من خلال اي وسائل اعلاميه اخرى غير صحيحه، رغم ان هي ممكن بعد ما يعلن النادي الاهلي عن قراره يوم الخميس اللي جاي تلاقي حد اجتهد، اجتهاده كان صحيح وده ما فيش مشكله، ده شغلهم وشغل زمايلنا الاعزاء الاعلاميين وكل الكلام من ده امر طبيعي جدا، يعني هو ده الدور الاعلامي، يعني مفيش مشكله. لكن التاكيد لازم نديه لحضراتكم، لغايه دلوقتي ما فيش اي قرار نهائي بخصوص مستر ريني فايلر. القرار هيكون يوم الخميس، قبل يوم الخميس ما تستناش أي حاجة رسمية قبل يوم الخميس. الأهلي إن شاء الله يوم الخميس هيطلع يتكلم في الجزئية دي، وإن شاء الله زي ما أكدنا على حضراتكم في كل الموضوع ده على مدار اليومين اللي فاتوا تحديدا. عندنا كواليس كتير في القصة، عندنا أخبار ومعلومات مهمة جدا في القصة دي، لكن بما إننا منبر إعلامي رسمي للنادي الأهلي فطبيعي جدا ان احنا لازم ننتظر القرار الرسمي من قبل إدارة النادي، واللي من خلاله هيتم الإعلان سواء من الموقع الرسمي للنادي الأهلي او من قناة النادي الرسمية بخصوص
القرار النهائي بالجزئية دي. كواليس موجودة وكل المعلومات موجودة في الحقيقة، لكن دايما دايما لازم نحترم كل هذه الأمور، وفي انتظار القرارات الرسمية بإذن الله تعالى. اللي يهمني في الموضوع ان لعيبة النادي الاهلي مركزين جدا في المرحلة اللي جاية، سواء بقى مستر فايلر او لم يبقى، لان عارفين هدفنا ايه، بطولة دوري ابطال افريقيا. اللعيبة مش جولهمش مين اللي هيكون موجود، اي حد هيكون موجود هم هيشتغلوا معاه عشان ان شاء الله باذن الله يحققوا هدف جمهور النادي الاهلي. ده في اجاز يعني بخصوص مستر ريني فايلر. سريعا عايز اقول لحضراتكم بعض الاخبار اللي بتخص الفريق الاول بالنادي استعدادا لمباراة الترسانة المقبلة في بطولة كاس مصر دور 16 تحديدا. والنهارده كان في الرابيد تيست قبل المران الصباحي، وطبعا طبقا للبروتوكول الطبي اللي من خلاله بيتم اخذ بعض الاجراءات الاحترازيه بخصوص فيروس كورونا، والنتيجه تطلع بكره باذن الله تعالى، وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع. دي لقطات من الرابيد تيست النهارده والتحاليل اللي اتعملت للجهاز الفني والاداري واللاعبين. كابتن سيد عبد الحفيظ كان عنده جلسه مع مستر ريني فايلر للتحضير لمباراه الترسانه، يعني اذا الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا جدا يعني ما بين مستر ريني فايلر والجهاز الاداري في النادي الاهلي والنادي ككل، لغايه برضو لما نشوف القرار النهائي هيكون ايه يوم الخميس. فالجلسه دي كانت عباره عن تحضيرات للمباراه المقبله الخاصه بفريق الترسانه، وهي مباراه بطوله، يعني مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله بيسعى الفريق للفوز بها هذا الموسم. طيب خلينا كمان نتكلم عن وليد سليمان. امبارح كان الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه تصريح قال ان وليد سليمان جاهز بنسبه 100% لمباراه الترسانه. النهارده الكلام اختلف شويه، وليد سليمان هيغيب عن مباراه الترسانه بسبب انه عمل اختبار طبي النهارده قبل المران الصبح، ما قدرش ان هو يشارك في المران لانه عنده كدمه في احدى ضلوعه، فبالتالي افضل بالنسبه له ان هو ياخد راحه عشان يكون جاهز لما بعد مباراه الترسانه باذن الله تعالى. كمان كان مع نهايه المران في تقسيمه قويه ما بين اللاعبين، والكل شارك فيها بشكل جيد، كل المتاحين يعني شاركوا بشكل جيد وقوي جدا وجاهزين تماما لمباراه الترسانه باذن الله تعالى. عايز اطمن الناس على احمد الشيخ وجونيور اجاييه، كان عندهم فحص طبي النهارده، الاثنين عندهم اجهاد، احمد الشيخ عنده اجهاد عام واجاييه عنده اجهاد عضلي، بكره هيبقى ليهم اختبار طبي ايضا، وبناء عليه هيتم تحديد مدى امكانيه انضمامهم لقائمه مباراه الترسانه. بكره طبعا الفريق هيخش معسكر خاص بهذه المباراة. كمان علي لطفي النهاردة عمل بعض التدريبات البدنية الخفيفة بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا كتمهيد لمشاركته في التدريبات الجماعية مع باقي حراس مرمى الفريق خلال الفترة اللي جاية. نطمن بشكل أكبر من زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي واللي كان متواجد في مران الفريق صباح اليوم. يا كريم أهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بك طبعا وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على استعدادات الاهلي لمباراه الترسانه في ظل الكلام الكتير اللي حوالين الفريق خلال المرحله الحاليه، فبالتالي الجمهور عايز يطمن يا كريم بشكل كبير. انا طبعا يعني مش هطول على كلامك، انت عارف طبعا امير مباراه الكاس بيبقى ليها حسابات خاصه فنيا وايضا كمان بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وممكن اكدنا اكثر مره بنقول الرغبه موجوده، لكن في مباراه الكاس لابد يكون الدوافع موجوده اكثر بشكل كبير، الرغبه تكون متواجده اكثر لعيبه النادي الاهلي، لان المفاجات وارده بشكل كبير جدا في بطولات الكاس. لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، والاهم الميزات يعني لعيبه او ميزه في لعيبه النادي الاهلي الفصل التام، وممكن لعيبه النادي الاهلي بتفصل نفسها بشكل كبير جدا، عندها هدف واحد، التركيز في المستوى الاخضر، التركيز في كل مباراه، كل مباراه بيكون ليها ظروفها، سواء للعيبه النادي الاهلي الاصابات الغيابات، الاصابات يمكن مؤثره بشكل كبير جدا، والايقافات كمان يمكن عندنا السوليه وامين اشرف كمان هيكونوا غايبين على المباراه القادمه لثلاث انذارات، زي ما انت قلت كمان رامي ربيعه بنفقده، واحد من اللاعبين المميزين جدا اللي كنا بنتمنى ان شاء الله رامي يكون متواجد الفتره القادمه وتحديدا في مباراه الوداد، لكن يعني خلاص بقى نقدر نقول المتواجد ان شاء الله باذن الله يكون الجهاز الفني يقدر يعمل توليفه مميزه يخوض بها باقي المباريات المتبقيه من بطوله الدوري العام، وتحديدا بقى مباراه الترسانه اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل الظروف كده تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. النهارده يمكن كان التدريب مغلق تماما، يعني الجهاز الفني بقياده ريني فايلر اغلق التدريب تماما النهارده، التدريب كان المفروض يكون 9 صباحا لكن كان في محاضره مطوله النهارده، بدا التدريب 10 صباحا كويس. كان في بعض فقرات البدنيه بالنسبه لمستر توماس مخطط الاحمال وتقسيمه يمكن في نهايه المران، هي دي الشيء اللي حابين نتكلم عليه لانه كان واضح التركيز الكبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي، يمكن التقسيمه يعني استغرقت لمده 25 او 30 دقيقه، لكن كان في واضح الجديه، كان واضح الحماس، واضح ان لعيبه النادي الاهلي عندها رغبه كبيره جدا وعمل كبير واهتمام كبير تحديدا في مباراه الترسانه، يمكن ده بتدي اشاره كبيره جدا لان الجمهور لما بيشوف الجديه والحماس والاصرار بيبقى عنده امل كبير ان الفتره اللي جايه نشوف نفس الاداء المميز ده جدا في البطوله الافريقيه وهي مباراه الوداد. محمد محمود كمان النهارده يمكن شارك بشكل مميز جدا في التقسيمه، ودي كمان حاجات من الاشياء اللي بتطمننا بشكل كبير، يعني بنتمنى بقى قبل نهايه الدوري ياخد اي
يعني وقت كده في المباريات القادمه، واحد من العناصر المميزه جدا وغير كتير الفتره اللي فاتت. لكن بشكل عام اقدر اقول لك الحمد لله التدريب النهارده كان يعني جرعه تدريبيه قويه لفريق النادي الاهلي، وغدا بقى ان شاء الله يكون التكتيك الاخير ومباشره الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه التكتيك. حاله وليد ايه بالظبط يا كريم؟ هل فتره الغياب ممكن تكون طويله لا قدر الله، ولا هو بس هيغيب عن مباراه الترسانه؟ يعني طبعا انا هكلمك على وليد سليمان، يعني زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هو هيكون متواجد في التدريب اليوم، لكن النهارده كان الام بسيطه جدا عند وليد. انت عارف طبعا يعني حرص الجهاز الفني والطبي على لعيبه النادي الاهلي ما يكونش في اي الم، وتحديدا وليد سليمان واحد من العناصر المميزه جدا ومشاركته بتكون فعاله بشكل كبير، فيمكن في تحفظ بس على ان هو يكون متواجد في مباراه الترسانه. لكن يعني باكد لك ان شاء الله عقب انتهاء المباراه يوم الخميس بشكل كبير هيكون راحه لفريق النادي الاهلي، يبدا يخش يوم الجمعه ان شاء الله التدريبات بشكل عام استعدادا للمباريات المتبقيه. لكن حالته الحمد لله وليد يعني مفيش حاجه عضليه قويه جدا هي الكدمه بس مأثره عليه، لكن ان شاء الله يكون جاهز باذن الله مع لعيبه النادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي كان متواجد في مران اليوم المران الصباحي للفريق الاول لكره القدم، واللي طمنا بشكل كبير على كل استعدادات الفريق لمباراه الترسانه. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال هذه المباراه ولما هو بعد مباراه الترسانه كمان. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تفاصيل اكتر واخبار دقيقه جدا عن النادي الاهلي، استنونا. خلينا نعيش مع حضراتكم في ترند الاهلي النهارده والكلام اللي على السوشيال ميديا بخصوص الفريق وخصوص النادي بشكل عام. خلينا نبتدي بحساب في الجول على انستغرام واللي بيتكلم عن مصير ريني فايلر، وبيقول لك الاهلي يخير فايلر وينتظر قراره الاخير. خلينا اقول لحضراتكم ان الامور كلها في اتجاه الاجتهادات، ليس الا ممكن تكون اجتهادات مبنيه عن معلومات حقيقيه، وممكن تكون اجتهادات لمجرد الاجتهاد، يبقى انا اسمي انا قلت ان الخبر والخبر طلع صحيح لما الاهلي يعلن يوم الخميس. فخلينا نترقب خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش ان شاء الله، يعني يوم الخميس تحديدا الاهلي هيعلن بشكل نهائي عن مصير الجهاز الفني. يلا كوره، واكيد كمان بيتكلموا على مستر ريني فايلر، كيف يفكر الاهلي بشان خليفه فايلر حال رحيله، وبيقولوا بعض الأسماء اللي ممكن تكون مطروحة لتعويض المدرب السويسري. في كل الأحوال ولازم أكد على حضراتكم، أيا كان إيه هو السيناريو فالأهلي جاهز ليه بنسبة 100%. يعني موجود مستر فايلر خلاص أنت كده مش محتاج سيناريوهات، أنت هتدعم الراجل وتشتغل معاه وتكمل إيه شغلك معاه. مش موجود فايلر أنت مجهز سيناريوهاتك على طول، مش هتاخد وقت خالص يعني. فده بخصوص كمان حساب يلا كورة. الوطن سبورت بيتكلموا حسابهم على تويتر، بيقولوا بالاسماء القائمه النهائيه للمرشحين خلافه فايلر في الاهلي. لو تفتكروا حضراتكم قبل ما الاهلي يعلن عن مستر ريني فايلر كمدير فني من سنه وشهرين كده تقريبا، يعني 31 اغسطس 2019، كان الكلام كله على اسماء كتير جدا جدا. وانا فاكر في البرنامج بتاعنا القديم هنا في قناه الاهلي كنا بنتكلم عن اسماء كتير والناس ونقرا مع حضراتكم عناوين الصحف والمواقع، وكل يقول لك اسم من هنا واسم من هنا واسم من هنا، فوجئنا في الاخر بمين؟ باسم مختلف تماما اللي هو مستر ريني فايلر. دلوقتي بيحصل نفس السيناريو وهيحصل مع كل تغيير جهاز فني اذا رحل مستر ريني فايلر، لكن ممكن برضو لو رحل الراجل تتفاجئوا باسم مش على الساحه اصلا، وده احنا متعودين عليه من خلال النادي الاهلي، الناس تشتغل في صمت وفي هدوء تام عشان يختاروا القرار الانسب. وفي الحقيقه قراراتهم بصراحه التجربه اثبتت ان قراراتهم صحيحه بدليل طبعا مستر ريني فايلر مدير فني مميز جدا حتى لو رحل على النادي الاهلي في الحقيقه. يعني خلينا كمان نروح لسوبر كوره، حسابهم على فيسبوك، وبيقولوا لجنه التخطيط تحسم مصير النيجيري اجاي مع الاهلي بالانتقالات الصيفيه. يا جماعه الكلام ده غير مطروح اطلاقا دلوقتي. مصير اجايه لاعب مهم جدا جدا في صفوف النادي الاهلي، قبل كل ده انت مقبل على بطوله مهمه او بطوله دوري ابطال افريقيا، فمن غير المنطقي اطلاقا غير المنطقي انك تتكلم في رحيل احد العناصر الهامه جدا في تشكيل النادي الاهلي. ممكن بعيد عن مستواه في بعض المباريات، لكن انت عارف قدراته كويس جدا، عارف مهاراته وامكانياته كويس جدا، واللي بترجحك في المباريات الكبيره بكل تاكيد. فجونيور اجاي من العناصر الاساسيه والمهمه جدا، واللي في حاله قناعه تامه عند كل المسؤولين سواء لجنه التخطيط جهاز فني في النادي الاهلي. فالكلام عن اجاي في التوقيت ده يعني مش منطقي اطلاقا. طيب الاهلي اليوم بدعم كهربا، ده حسابهم على فيسبوك، وبيقولوا كلام جيد جدا في حق كهربا، ان هو بيحاول يرجع لمستواه تدريجيا. احنا تعليقنا
تعليقنا على كهربا. في الحقيقه ان كهربا على مدار المباريتين ثلاثه اللي فاتت اللي لعبهم ملاحظين قوي ان هو بيعمل مجهود كبير جدا جدا عشان يحاول يستعيد مستواه في اسرع وقت ممكن، ودي حاجه تحسب لكهربا. في الحقيقه الراجل عايز يبان ان هو موجود، عايز يبان تاثيره مع النادي الاهلي، فبيشتغل شغل جامد جدا ومجهود رائع واضح في الملعب. مع تولي المباريات هيقدر كهربا ان هو يرجع لمستوى طبعا اللي احنا عارفينه كلنا، ولازم نديله بعض العذر لانه كان فتره كبيره جدا بعيد عن الملاعب. طيب اخر حاجه معانا في ترند الاهلي وهي خاصه ب وليد سليمان وحساب الكاف على تويتر. عرض بعض اهداف وليد سليمان احد ابرز نجوم النادي الاهلي. نروح نشوف الاهداف دي وبعديها نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي فقره الحديث عن الترند العالمي، وفي الحقيقه قبل ما اتكلم في بعض الاخبار العالميه معايا مداخله عبر سكايب مهمه جدا مع السيد كريس ثورب، طبعا الصحفي الانجليزي، وهنتكلم معاه في بعض الامور الهامه جدا بتخص الدوري الانجليزي. مستر كريس برحب بيك. أشكركم، إنه لا يسعدني أن أكون في وسطكم الآن. أهلا بك منورنا. في البداية طبعا عايز أتكلم معاك في قمة الجولة النهاردة في الدوري الإنجليزي ومباراة ليفربول وأرسنال، وكيف ترى هذه المباراة وتوقعاتك ليها؟ أعتقد أنه سوف يكون ماتشا شديد بالنسبة للأرسنال، لأن ليفربول بدأت الموسم بقوة، وبالتالي لديهم الأمر يعني لديهم أكثر سهولة، ومن هنا أرى أن الماتش قد يكون يعني من الصعب تحديد ما إن كان هناك يعني إمكانية للعب أمام ليفربول في هذه في هذا الوضع، كما ان ارسنال عليه ان يحسن من مستويات اللعب في هذا الموسم. طيب عايز اتكلم معاك بخصوص المحترفين المصريين في الدوري الانجليزي، احنا عندنا 5 محترفين متواجدين في هذه البطوله القويه، وتقييمك لمستواهم مع بدايه الموسم في ظل غياب واحد منهم حتى الان، ويمكن كمان محمدي ما لعبش ولا مباراه، لكن بالاضافه طبعا لاحمد حجازي اللي كان عائد من الاصابه وما شاركش في اي مباراه حتى الان، لكن النني لعب، محمد صلاح لعب، تريزيجيه كمان لعب. تقييمك لادائهم ايه خلال اول جولتين في بطوله الدوري؟ أعتقد أن النني كان لديه فرصة أن يثبت ذاته على منذ رجوعه إلى الملعب، وأعتقد أنها فترة انتقالية كبيرة، ورجوعه إلى الأرسنال عليه أن يبدأ من هذه النقطة بداية قوية في الملعب، وأن يقوم بالتالي ببداية جديدة لخط لعمله. أما عن محمد صلاح فليس هناك الكثير الذي يمكننا قوله، فهو لاعب متميز أكيد. وأرسنال متوقع أن يكون هناك على مستوى إحراز الأجوال، ولكن أنا في هذه اللحظة لا يمكنني أن أحدد إلا من هو أفضلهم. طيب عايز اتكلم معاك كمان بخصوص بعض فرق الدوري الانجليزي وتحديدا مانشستر سيتي، وامبارح خسرته بنتيجه 5-2 امام ليستر سيتي في مباراه كانت كبيره جدا، والنتيجه في حد ذاتها كانت مفاجاه لكل المتابعين. اسباب الهزيمه الكبيره لمانشستر سيتي وجوارديولا من وجهه نظرك ايه؟ أعتقد أن هذا يترك المجال للعديد من الأسئلة، لأن مانشستر سيتي هل قام بتوجيه اللاعبين بالطريقة الصحيحة؟ لأننا لم نكن نتوقع أن يقوم الماتش بهذه الطريقة. مانشستر سيتي بالتالي ولكن نحن نرى هذه المفاجأة والخطوات التي قاموا بها، واللاعبين الشباب مثل البرتغالي والآخرين الذين يعملون على تقوية مستوى الفريق من خلال لعبهم القوي، ولكن بعض اللاعبين منذ أن فترقوا الفريق كان لذلك أثر على مستوى اللعب.
تشيلسي ولغز كبير جدا بالنسبه للاعبي فرانك لامبرت طبعا المدير الفني لتشيلسي، ونتائج يعني غير جيده مع بدايه بطوله الدوري رغم الكم الهائل من التعاقدات اللي ابرمها النادي. ايه التفسير في كده وايه الاسباب اللي ادت لعدم ظهور تشيلسي بالشكل المتوقع هذا الموسم حتى الان؟ نعم، إنها لحظة شديدة الأهمية في عمر تشيلسي، فبالتالي عليهم أن يستثمروا ويقوموا بضخ كذلك العديد من الاستثمارات، حيث أن مطلوب وقت لهم حتى يمكنهم يعني توجيه اللاعبين الذين لم يلعبوا لإنجلترا من قبل والدخول للبريميرز ليج، وبالتالي هناك بعض الأخطاء التي كان يمكن تفاديها في البريميرز ليج، وبالتالي الفروق التي يمكن أن يحققوها من خلال هذه الخطوات قد تدفع بالناس إلى النظر إلى تشيلسي بطريقة أوسع، خاصة وإن كان هناك ضم للاعبين أقوياء، وهناك الكثير مثل رينز من فرنسا الذي نرى أنه كان اختيار أول. نعم، وهناك فرصة بالتالي للعديد من اللاعبين أن ينضموا إلى البريميرز ليج مؤخرا. تمام، أرسنال والسؤال والتنبؤ باستمرارية تألقه وتفوقه في المستوى منذ بداية الموسم، وهم ماشيين بشكل جيد حتى قبل الموسم كمان قدروا ان هم يفوزوا على ليفربول في كأس الدرع الخيرية. هل من المتوقع استمرار أرسنال على هذا النهج وهذا المستوى في طريق المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي، ولا هيحصل نفس السيناريو اللي بيحصل على مدار المواسم السابقة بالنسبة للفريق أرسنال الإنجليزي؟ أنا أعتقد أن اللاعب الشاب يمكنهم اللاعبين الشباب يمكنهم أن يحسنوا من مستواهم وأن يضيفوا إلى ذواتهم خبرة، وكذلك بالنسبة للإدارة الشاب هي ذات دور، وبالتالي الخطوة التالية أو الخطوة الناجحة التي عليهم القيام بها هو أن يلعبوا بطريقة النوادي الكبرى وعدم توقيع عقود أو صفقات جديدة، لأني أرى أن هناك ربما مكان للاعب أو لاعبين أو اثنين لاعبين جداد، ولكن يجب البحث عنهم بشدة يعني بدقة حتى نصل إلى ضم اللاعبين المناسبين للمجموعة، وبالتالي تحسين مستوى الردز ومستوى الدفاع. تمام، طيب أوكي. عايز ارجع لمانشستر سيتي سريعا واتكلم على الغيابات في صفوفه وتحديدا في خط الهجوم، يعني اصابه سيرجيو اجويرو واصابه ايضا خيسوس، مفيش مهاجم صريح دلوقتي في تشكيل مانشستر سيتي، فجوارديولا بيلجا للعب بستيرلينج اللي هو اصلا مش في مكانه بيلعب على الاطراف، ففي المقابل بنشوف جوارديولا بيتعاقد مع لاعبين في خط الدفاع. هل انت شايف ان مانشستر سيتي في حاجه للتعاقد مع مهاجم قبل اغلاق فتره الانتقالات الحاليه؟ بيطلب إعادة السؤال يا فندم؟ بسأل بخصوص خط هجوم فريق مانشستر سيتي وإمكانية التعاقد مع مهاجم في ظل غياب سيرجيو أجويرو وجابريل خيسوس بسبب الإصابة ولجوء مستر جوارديولا لستيرلينج في هذا المركز، وفي نفس الوقت جوارديولا كمان بيدعم صفوف الفريق في خط الدفاع حتى الآن. هل من المتوقع أو طبقا لمعلوماتك أن يكون في تعاقدات في مركز المهاجم بخصوص فريق مانشستر سيتي خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الحالية؟ أنا أعتقد أن عليهم بالتأكيد تقوية خط الدفاع، وهناك العديد من الصفقات التي يتم النظر إليها، ولكن بالنسبة للهجوم هناك اللاعبين الذين يعانون من إصاباتهم، وبالتالي كان ذلك أثر على لاعب مانشستر البارحة، و ربما السيناريو الذي يمكن أن يلجأوا إليه هو أن يحملوا اللاعبين الشباب من 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 للعب في وسط الملعب، وبالتالي أن يمنحوهم بذلك الفرصة للعب والتعلم من خلال أكاديمية مانشستر. ولكن الرجوع إلى النقطة الأساسية، أنا أعتقد أنهم سوف يعملون أولا على تقوية خطوط الدفاع،
وبالتالي لن تكون هناك مشكلة سواء في إحراز الأجوال أو حماية أرض الملعب. السيد كريس ستوربي طبعا الصحفي الانجليزي، بشكرك شكرا جزيلا، كان ضيفنا عبر سكايب واتكلمنا معاه في بعض الامور والملفات المهمه اللي بتخص الدوري الانجليزي وبعض الاخبار كمان بتهم جمهور الكره الانجليزيه بشكل عام. هروح لفصل سريع ونرجع نكمل، يلا. اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد لسه عندنا تفاصيل مختلفه في الترند العالمي في حلقه اليوم، وبالتحديد خليني ابتدي بحساب ليفربول على تويتر واللي بينوه عن مباراه اليوم ما بين ليفربول وارسنال. الغلاف كان لصوره لماني طبعا نجم هجوم ليفربول، وفي الخلفيه فيرمينو وايضا فابينو لاعب خط الوسط واللي بيلعب في مركز المدافع دلوقتي في صفوف ليفربول. خلينا نروح لحساب أرسنال على تويتر واللي نشر تصريحات لأرتيتا طبعا المدير الفني المميز، واضح جدا أنه مبشر حتى الآن، وتصريحات قبل هذه مباراة اليوم واللي بيتكلم فيها على أن فريقه لازم يكون في أفضل حالاته عشان يقدر يتغلب على فريق ليفربول. وهو طبعا يعني قدر أنه يفوز في قبل انطلاق بطولة الدوري على ليفربول في كأس الدرع الخيرية بضربات الجزاء الترجحية وماشي معهم بشكل جيد يعني. طيب دي صورة مهمة جدا في حساب بيتشر فوتبول على تويتر واللي نشر صورة لبيب جوارديولا المدير الفني مانشستر سيتي بعد خسارة بخماسية من ليستر سيتي. والصورة يعني بتشير لإيه؟ بتشير إن هو الراجل عبقرينه طبعا طبعا يعني جوارديولا، ومخترع في بعض الطرق اللعب في كرة القدم، وده حقيقي ده أمر واقع، لكن من كتر عبقريته اتصدم بخمسة في مباراة امبارح امام ليستر سيتي. هي كبوه لمانشستر سيتي لكن اعتقد ان هم هيفوقوا منها على طول يعني. طيب خلينا نروح لرونالد كومان طبعا المدير الفني لبرشلونه واللي حقق اول انتصار ليه في بطوله الدوري امبارح على فياريال بنتيجه 4-0، وده كان تصريح لكومان على تويتر حساب الشخصي دي، وان هو سعيد طبعا باداء اللاعبين ونتيجه المباراه بعد الفوز برباعيه. احرز الاهداف امبارح اكيد حضراتكم تابعته، فاتي طبعا النجم الشاب هدفين، وميسي هدف من ركله جزاء، وتوريس لاعب فياريال هدف في مرماه كان الهدف الرابع. طيب خلينا نروح لبليتشر فوتبول وصوره لميسي، والصوره بتنم عن ايه؟ بتنم على ان يعني وجه ميسي الحقيقي حزين، والماسك اللي فوق ده ابتسامه يعني في اشاره للابتسامه يعني عايزين نقول ايه، مش حقيقيه او مش واقعيه من ميسي امبارح بعد احرازه الهدف. وواضح ان هو حزين، وكان باين من تصريحاته بعد رحيل سواريز، وكان رغبته معروفه ان هو عايز يرحل اصلا عن برشلونه. طيب خلينا نروح كمان لفي الجول حسابهم على تويتر، وبيتكلموا عن في رقم جديد لأنسو فاتي طبعا في عمر 17 سنة 332 يوم، يعني 17 سنة 332 يوم، أصبح أصغر لاعب يلعب في أكبر خمس دوريات أوروبية، يسجل أكثر من 10 أهداف في جميع البطولات منذ بداية الموسم الماضية، وطبعا موهبة مبشرة جدا، وحد هيكون أكيد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم. تعالوا بقى نختم بمفاجأة يعني غير متوقعة. امبارح كانت مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم، وخلصت بخسارة بايرن ميونخ بنتيجة 4-1، يعني اللي بيعمله بايرن في الناس اتعمل فيه امبارح بعد ما فاز على برشلونة 8 في الشامبيونز ليج، وفاز على شالكا في أول جولة في بطولة الدوري الألماني 8 أيضا، بيخسر امبارح 4-1 في مفاجأة كبيرة جدا. هوفنهايم عملوا مباراة كبيرة، لكن ده واضح جدا من الإجهاد اللي بيعاني منه فريق بايرن ميونخ بعد مباراة إشبيلية كمان في السوبر الأوروبي واللي فاز فيها بنتيجة 2-1، فكان طبيعي جدا إن الخسارة تبقى يعني تحصل لفريق بايرن، لكن أيضا أكيد هيستفيق لأنه عندهم مدرب ممتاز جدا وعندهم مجموعة من اللاعبين المميزين. دي طبعا الاهداف الخاصه بمباراه الامس بين هوفنهايم وبايرن ميونخ واللي انتهت بفوز هوفنهايم بنتيجه 4-1. طيب سؤال حلقتنا النهارده كان توقعات حضراتكم لنتيجه مباراه اليوم ما بين ليفربول وارسنال في قمه الجوله الثالثه في الدوري الانجليزي. دي كانت التوقعات. خلينا نبتدي باحمد سيد وبيقول تعادل هيكون ايجابي 1-1. نور محمد قال ليفربول 2-1 على ارسنال. رودينا
احمد قالت 2-0 ليفربول، محمد صلاح وفيرمينو، نتمنى كل التالق محمد صلاح والنني باذن الله، الاثنين يكسروا الدنيا النهارده. مصطفى محفوظ قال 3-1 لليفربول. كمان لسه معانا بعض التوقعات، محمود عبد الرحمن الشريف فوز الليفر 4-2 على ارسنال، ومصطفى الجوكر قال افضل التعادل. ماشي، سعد محمد قال 3-1 ليفر وصلاح هيسجل جولين باذن الله نتمنى. احمد سيد قال 4-2 لليفربول. دي كانت بعض توقعات الجماهير لمباراه اليوم والقمه في الدوري الانجليزي ما بين ليفربول وارسنال. اكيد هنتمتع بهذه المباراه، نتمنى كل التوفيق، ده اللي يهمنا لنجمينا المصريين سواء محمد النني او محمد صلاح في صفوف كل فريق منهم، نتمنى لهم كل التوفيق. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده وكواليس واخبار محليه وعالميه، واكيد اخبار اهلاويه في حلقات جديدة من نفس البرنامج بإذن الله. إلى اللقاء.